الساحل مع عبد المؤمن والأحمد. وفي عناوينها تتابعون: الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يقول إن قانون منع الترحال السياسي ما زال ساري المفعول. حزب تواصل يتهم جهات حكومية بالضغط على الناخب والتأثير على إرادته. وتتابعون في أخبار الساحل: صناعة المراجل التقليدية مهنة باتت محفوفة بالمخاطر رغم ضرورات وإكراهات الواقع. أهلا بكم إلى أخبار الساحل. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن محمد الأمين والشيخ إن قانون الترحال السياسي الذي اتفقت عليه الأطراف السياسية في حوار 2011 ما زال ساري المفعول، وأن القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا يعنى به النواب عن الجاليات في الخارج. إنما القانون هذا شاء فقط قانون البرلمانيين، هذا انتهى قبل سنوات. القانون هذا المستهدف فيه هو البرلمانيين الجدد، وهو ينص على منع الترحال السياسي على البرلماني الجدد. ولم يتحدث عن البرلمانيين الماضيين؟ هؤلاء قانونهم كما هو. القانون الذي يمنع الترحال السياسي يجري على جميع المنتخبين وفق اتفاقية سياسية 2011 ولا زالت كما هي. الناطق باسم الحكومة جدد تأكيد تصريحاته السابقة حول بقاء الرئيس محمد عبد العزيز في السلطة، قائلا إنه باق في السلطة وأن الشعب متمسك به لما قدمه له من إنجازات وفق تعبير الناطق باسم الحكومة. أنا أعتقد أن ما قلته الأسبوع الماضي لم يكن بدعا من القول بالنسبة لي ولا بالنسبة لكم. أنا قلت لكم عدة مرات أن هذا النظام انه ما هو ماشي، وان الرئيس ما هو ماشي، وقلت لكم على الموريتانيين انهم متعلقين بهذا النظام. اعلنت الجمعية الوطنية عن اختتام اخر دوراتها العادية قبل استحقاقات سبتمبر المقبل، والتي ستشهد انتخابات بلدية ونيابية وجهوية متزامنة. رئيس الجمعية الوطنية دعا النواب إلى حضور الجلسة الختامية للدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2017-2018، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. أعلن القيادي بحزب تكتل القوى الديمقراطية رئيس مجموعة واكشوط الحضارية سابقا أحمد الحمزة انسحابه النهائي من الحزب. وقال الحمزة في بيان انسحابه إن الخلاف بينه وبين رئيس الحزب أحمد ولداداه، إضافة إلى عديد القرارات الارتجالية التي حدثت في الحزب، كلها أسباب جعلته يمضي في قراره النهائي بالانسحاب. أثار التسجيل على اللائحة الانتخابية حراكا قويا بين المشاركين في الاستحقاقات القادمة، ما فتح باب هجرة المسجلين إلى أماكنهم الأصلية لشحن هذا التنافس وإعطائه صبغة تنافسية يراها كثيرون عاملا أساسيا في الجدل الدائر حول التسجيل وحظوظ الفوز المتاحة لكل الأطراف السياسية المشاركة. عملية التسجيل على اللوائح الانتخابية تتصادف مع أحداث قد لا تكون طبيعية في أغلب الأحيان، فهناك من يسافر عن منطقة سكنه إلى منطقته الأصلية ومسقط رأس أجداده ليسجل على اللائحة الانتخابية ومنح صوته للمرشح عن تلك الدائرة أو القرية البعيدة عن حياته اليومية. نمشي أنا وأسرتي وأصحابي وناس كامل اللي يسمعوا لي يمشي يسجلوا صور قرية كرمور فايدة فيها، مع أن ناس يالتهم يقدروا رسوم على بلدهم، ينعت عنهم بلدهم فيها الناس، يكسروا ياسر من الناس اللي مسجلين. وليس بالاستثناء أن يسجل على اللائحة الانتخابية من يبحث عن المصلحة العامة لمنطقة سكنه دون النظر إلى شخصنة التصويت في العملية الانتخابية.
جينا هون دور نسجل من اجل ماذا؟ من اجل ندعم واهيه في الجهه الجهويه لانها تستحق بالنسبه لنا احنا المواطنين والفاعلين السياسيين اللي عايشناها، ونختاروا مولي ذاك اللي يجي في بلده العاد من فريقها وعلى نفس النمط لا ندعمه، ما هو انه ما ننتمى لاي جهه تنتمى لها ولا ننتمى لاي قبيله تنتمى لها، وانما قناعه بذاك التسيير اللي قدمت وذيك الخدمات اللي شاهدناها تقدم للمواطنين وخصوصا الطبقات الضعيفه. الحشد من قبل الأحزاب المشاركة واتصالات الأقارب أمور من بين أخرى لها سبب في تفاقم هذه الظاهرة التي يرى مراقبون أنها غير صحية ولا تساعد في العملية التنموية للبلاد. بالنسبة لتسجيل مواطنين على اللائحة الانتخابية في مقاطعة ليست هي المقاطعة التي يسكنون، هي ظاهرة ملاحظة بكثرة في الأسابيع الأخيرة من التسجيل على اللائحة الانتخابية، طبعا لها أسباب بينها التسجيل للأقارب ومن بينها أيضا الحشد الذي تقوم به بعض الأحزاب التي تشعر بالمنافسة في دوائر معينة. تسجيل على اللوائح الانتخابية يتحكم به الناخب الوطني دون النظر إلى منطقة سكنه أو ضوابط ومعايير تفرض عليه طريقة التسجيل والتصويت، وتبقى المنافسة محتدمة بين الناخبين للفوز بالأكثرية بالنسبة لدائرته في الاستحقاقات الانتخابية. محمد الحافظ، الساحل تي في، نواكشوط. قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل إن الساحة السياسية الممهدة للانتخابات المقبلة شهدت تدخل شخصيات نافذة في الدولة في مناطق مختلفة من البلاد للتأثير على إرادة الناخبين، وندد الحزب بما سماه تدخل شخصيات بعينها واستخدامها لأساليب الترغيب والترهيب بهدف التأثير على إرادة الناخبين والضغط عليهم في انتهاك صارخ للقانون الذي يلزم كبار موظفي الدولة بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع أطراف المشهد السياسي وفق تعبير الحزب. أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تمويل بناء مقر جديد للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس جسنك لمكافحة الإرهاب بعد تدمير المقر السابق في هجوم أدى إلى مقتل 3 أشخاص أواخر الشهر الماضي. وقالت وزيرة خارجيته موبي غريني إن الاتحاد قرر تقديم التمويل الكامل لإعادة بناء المقر ومواصلة دعمه لضمان استمرار عمل عناصر القوة على الأرض. إلى شأن منفصل، حيث تمر صناعة المراجل في موريتانيا بعدة مراحل تتطلب مجهودات عضلية لا تخلو من المخاطر قبل أن تكون بضاعة جاهزة في الأسواق، ورغم سعي القائمين والعاملين في هذا المجال إلى تحقيق الجودة لبغية منافسة التحدي الذي يواجهونه، إلا أن أصحابها يطالبون بدعم رسمي يساعدهم على تطويرها. ليست هذه هي عملية التصنيع. يمر المرجل التقليدي بعدة مراحل قبل أن يصل إلى هذا الشكل الهندسي بعد المرور بعدة درجات حرارة عالية. لصناعة المرجل نشتري الرملة ونشتري الخشب ثم الماء، كل هذه الأشياء نصنع منها حاويات لشكل المرجل، ثم نشتري ماكينات السيارات المعطلة التي نقوم بخلطها مع الألمنيوم وصهرها لتكون المادة المطلوبة لصبها في الحاوية، ونحصل هنا على مرجل جاهز للاستخدام. مواد تخلط مع أخرى وخبرة تبدو واضحة على ملامح الشكل الأخير رغم ضعف الإمكانات، ولكن حين نصل إلى المخاطر لا يجد مصنع المراجل هؤلاء عبارة أكثر دقة من أن الوضع هناك ساخن جدا. الوضع هنا ساخن جدا والمخاطر كبيرة. نعم، نحن نمر بعملية خطيرة جدا حتى نحصل على الشكل المناسب للمرجل. بعد الوصول إلى الشكل الأخير وتجاوز مراحل التصنيع وما يحفها من مخاطر، تبدأ عملية التسويق والتي يراها ممارسو هذه الصناعة أقل من المنتظر وأدنى من المطلوب. سيد محمد جاكانا، معه جديد الاقتصاد.
المنتدى الاقتصادي من الساحل تي في. السلام عليكم. تمت المصادقة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل السلحفات أحميم الكبير الموقع بين موريتانيا والسنغال، ويهدف الاتفاق إلى التطوير والاستغلال المشترك لاحتياطات حقل السلحفات. حقل تورتيو حميم هذا هو حقل الغاز اللي مكتشف سنة 2015 على الحدود مع السنغال، وهو حقل غاز واحتياطه يبلغ 15 إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز. في نقاط مهمة بعض اللي نتكلم عنها هي: أولا تقاسم تكاليف الإنتاج بالحقل. الدولتين اتفقوا على تقاسم الانتاج في الحقل اللي هو على الحدود يتم بالتناصف 50% 50%. اذا هذا تكاليف، جميع تكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير والانتاج وحتى إعادة التأهيل، اذا هذا هو مضمون الاتفاق اللي هو. تدرس دول مجموعة الإكواس في موريتانيا جملة آليات اقتصادية وإجراءات مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، وقد أوصى الخبراء في هذه البلدان خلال حوار للهجرة في نيجيريا بتعزيز التعاون والتآزر بين الدول الأعضاء ومؤسسات الهجرة في مجالات إدارة الحدود وبيانات الهجرة والهجرة المختلطة وعودة المهاجرين وإعادة إدماجهم، في محاولة منهم لتعزيز عملية التكامل والتنمية الإقليمية لتحقيق رؤية إكواس 2020. ودعا الخبراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تقديم مساعدة تقنية للدول الأعضاء لتسيير إصدار بطاقات الهوية البيومترية ومنصات تبادل البيانات من أجل تقاسم وتحليل تدفقات الهجرة في المنطقة، وذلك من خلال تشكيل صندوق مشترك للتصدي للتحديات المستمرة المتعلقة بإدارة الحدود. يحاول وزراء الصيد في البلدان المؤسسة للجنة شبه الإقليمية الرفع من الأداء الإنتاجي والتبادل التجاري فيما بينها، وسيناقش هؤلاء في سيراليون يومي 26 و27 من الشهر الجاري ميزانية اللجنة وخطة عملها، إضافة إلى ترقية أداء اللجنة وتفعيل دورها. وتضم اللجنة شبه الإقليمية للصيد 8 بلدان هي موريتانيا وسيراليون والسنغال وغينيا وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر وغامبيا والكوت ديفوار. وفي مجال الصيد البحري دائما تعكف اللجان الخاصة بمتابعة مشروع ترقية الصيد في موريتانيا على وضع آليات مبتكرة لترقية المشروع. ومشروع ترقية الصيد يشكل جزءا من استراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019، ومن أبرز أهدافه تعزيز المنظومة التسلسلية للإنتاج في قطاع الصيد التقليدي وخلق مواطن شغل جديدة للشباب ودعم فرص العمل، إضافة إلى محاربة سوء التغذية. ويمول المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والإسباني بمبلغ 5.27 مليون أورو، في حين يتولى تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري، المكتب الدولي للشغل والتعاون الألماني وكذلك الإسباني. صادقت اللجنة الجهوية للتنمية في تاغانت على 52 مشروعا تنمويا ستستفيد من تمويل مقدم من طرف صندوق الإيداع والتنمية يبلغ 2,517,000 أوقية جديدة، وتستهدف هذه القروض الرفع من المستوى الاقتصادي للمواطنين في هذه الولاية من خلال تمويل جملة من المشاريع المدرة للدخل. انخفض سعر أسهم شركة فيسبوك لتبلغ خسارتها نحو 130 مليار دولار
في حين قدرت خسارة مؤسسها مارك زوكربيرغ ب 17 مليار دولار، وذلك بعد نشرها للتقرير الفصلي بالتنبؤات السلبية. وفي حال استمر نزيف هبوط أسهم فيسبوك فإن الخسائر مرشحة للارتفاع إلى 151 مليار مع إغلاق البورصات يوم الخميس، لتكون أكبر خسارة تصيب شركة تجارية في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إلى الاستوديو. شكرا لك سيدي محمد جاكنامي. كان نتحول الى جديد اخبار الرياضه اليك عماد احمد بابا. الرياضة من الساحل تي في، أهلا بكم. أنهت مصلحة الضرائب في إسبانيا قضيتها مع اللاعب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق بشأن اتهامها له بالتهرب من دفع الضرائب المفروضة عليه أثناء تواجده في إسبانيا. صحيفة موندو ديبورتيفو ذكرت أن مصلحة الضرائب أعلنت موافقتها على الاتفاق الذي تم بين اللاعب وموكليه وبين مكتب المدعي العام ونقابة المحامين بدفع مبلغ 19 مليون يورو كغرامة للتهرب الضريبي بالإضافة للسجن مدة عامين. ووفقا لمصادر قانونية، أشارت الصحيفة إلى أن مصلحة الضرائب أيدت الحكم على رونالدو بالسجن لمدة عامين، فيما سيتم التغاضي عن هذه العقوبة إذا ما أقر اللاعب بتهربه من ثلاث جرائم مالية. كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اقتراب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ جيروم بواتينغ. وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن سان جيرمان في مفاوضات متقدمة مع جيروم بواتينغ للتعاقد معه في الصيف الجاري، مشددة على أن بطل الدوري الفرنسي سوف يتوصل لاتفاق نهائي مع البايرن لضم بواتينغ في الأيام القليلة القادمة. وكان نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ الجديد قد أبدى رغبته في بيع بواتينغ وخروجه من تشكيلته في الموسم المقبل بعد مستواه المتواضع مع ألمانيا في كأس العالم الأخيرة بروسيا. كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي ميلان في التعاقد مع مدافع يوفنتوس ماتيا كالدارا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لما ورد في موقع كاليتشو ميركاتو، فإن اتفاق التبادل المحتمل بين يوفنتوس وميلان حول صفقة ليوناردو بونوتشي وماتيا كالدارا توقف، موضحة إلى أن البيانكونيري يرغب في بقاء كالدارا بالفريق. وأضاف المصدر أن وكيل كالدارا اجتمع مع إدارة يوفنتوس يوم أمس في ميلان لحسم مستقبل اللاعب، مشيرا لأن البوادر تقول إن نادي السيد العجوز لن يبيع اللاعب خلال هذا الصيف. وترغب بعض الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات كالدارا مثل تشيلسي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألمانية. اقترب نادي انتر ميلان الإيطالي من الحصول على توقيع لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني سيمي فيرساليكو والانضمام للفريق بداية من الموسم الجديد. اللاعب سينضم إلى الميلان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل مبلغ 8 ملايين يورو، مع خيار شراء اللاعب في نهاية الموسم مقابل 17 مليون يورو. وكان سيمي فيرساليكو البالغ من العمر 26 عاما قد انضم للأتلتيكو في صيف عام 2016 قادما من ساسولو الإيطالي، ولعب 50 مباراة فقط في جميع المنافسات تحت قيادة ديوغو سيميوني المدير الفني للفريق.
منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أولمبيك مارسيليا الفرنسي من المنافسة في مسابقات الأندية التابعة له لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ بسبب شغب جماهيره. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن مارسيليا سيوضع تحت المراقبة لمدة عامين إذا تكررت خلالهما أحداث الشغب، سيتم استبعاد الفريق من المشاركة بالبطولات الأوروبية كافة. كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يخوض وصيف اليوروبا ليج مبارياته الأوروبية القادمة على أرضه بدون جماهير تحت كاميرات المراقبة، إلى جانب إغلاق المكان المخصص لرابطة مشجعي مارسيليا في مدرجات الملعب مع تغريم الفريق بمبلغ 100,000 يورو. نقطة الختام، تحية وإلى اللقاء. بجديد أخبار الرياضة تكون أخبار الساحل وصلت نهايتها وكنتم قد تابعتم فيها. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يقول إن قانون منع الترحال السياسي ساري المفعولة. حزب تواصل يتهم جهات حكومية بالضغط على الناخب والتأثيره على إرادته. وتابعتم في أخبار الساحل صناعة المراجل التقليدية مهنة باتت محفوفة بالمخاطر رغم ضرورات وإكراهات الواقع. كرم متابعة مشكور، إلى اللقاء.